فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يستدل أهل الباطل بهذه الآية يستدل أهل الباطل بهذه الآية قال تعالى: خالق كل شيء، ويقولون أن القرآن من ضمن الخلق، فبماذا نرد عليهم؟ القرآن من صفات الله فلا يدخل في الأشياء المخلوقة. القرآن صفة من صفات الله فلا يدخل في الأشياء المخلوقة، صفاته لا تدخل في المخلوقات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله بصفاته خالق وما سواه مخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أجل قيل الله خالق كل شيء والله شيء، إذن الله مخلوق، من قال هذا؟ لا يجوز هذا الكلام. نعم.